بأنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن مخالفته، وأستفتح بالذي هو خير، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Dear brothers and sisters, we start this day after